السلام عليكم يا اخوان، احنا هنا على مرتفع تل كبير، وفي هنا جنبي هنا في رجم كبير. هذا الرجم كان معسكر تركي، هناك حاطين زي صخرة كبيرة زي مجسم هي، لكن محطوطة لهدف كبير يعني. لكن انا هسه الان واقف انا برا الحوطة تقريبا مسافة 10 أمتار. هون في عندي هون اطلعوا كيف طبيعة الأرض هاي، كيف شكل الصخر، كيف شوف هاي الدائرة كأنها مركبة تركيب، وهي فعلا مركبة تركيب. شوف كيف شايفين هاي الصخور، هاي طبيعة أرض، هاي طبيعة أرض. شوف كيف شكل الصخور، كلها دائرية كأنها مصبوبة صب، أو كأنها معمولة بالفرجار يعني دقيقة كتير، لكن هاي طبيعية، هاي طبيعة أرض. شوف في أحيانا بنشوف في هون فيها قص من هون، لكن هي هاي طبيعية، هاي كله عاملينه تمويه لشغلة واحدة. شايفينها هون، لو جينا اتفرجنا هون، شوف في موجود هون. هون عندي دائرة قطرها 4 سنتي، طالع منها 3 سيالات. السيال اللي على اليسار منتهي، والسيال اللي على اليمين منتهي. في السيال اللي نازل بالاتجاه هذا اللي هو قوسي، في بنهاية السيال في جرن مستطيل او لجف مستطيل زي ما انتم شايفينه. هذا المستطيل بدل على غرفة. اذا عندنا احنا هون في بالمكان هذا في بير، موجود بير، الدائرة بتدل على وجود بير. هاي اشارة تركية بحتة ابدا، هاي الدائرة بتدل على وجود بير. البير هذا في 3 سيالات، 2 وهميات تمويه وواحدة وسيال صحيح. السيال الصحيح بنهايته مستطيل، هذا المستطيل هو عبارة عن غرفة. اذا بير بتدخل منه على 3 سراديب، 1 حقيقي و2 وهميات. الحقيقي بدخلك على غرفة، والغرفة هي الغرفة هي التكنيزية. هم اجوا عملوا الاشارة هاي هون جنب الصخور هاي اللي برجيتكم اياها هسه. هاي الصخور هاي كأنها معمولة مصنوعة باليد. هذا كله تمويه عشان يخليك انت تشتغل هون، ما راح تجد شيء. طلع شايفين؟ طبعا هاي يا اخوان هاي مش اشارة، هذا نخش جديد، هذا كله نخش جديد. طلع الثانية هاي كيف؟ وهي الثالثة، وهي الرابعة. إذا هذا كلياته تمويه للمكان وجود البير اللي بوصل لغرفة. والله يعطيكم العافية وشكرا لاستماعكم، شكرا كثير.